وقفناك في الكورة اللي كانت مسمركة بونتي وانت اخترت التايمينك الصحيح. والله الحمد لله كما تشوفوا الواحد قاعد يخدم على روحه، ان شاء الله قاعد بالانترامو يزيد يخدم اكثر، ان شاء الله من الماتش الماتش نبرهن لكم اللي قالوا قاعد يخدم على روحه، وكاو واحد جاته فرصته يخدم وكاو الحمد لله توفيق من عند ربي. اليوم معناتها ما سلمناش لاخر لحظه، الحمد لله جاء الفيكتوار في الاخر، كملوا ما علينا كان نخدموا على رواحنا وان شاء الله نشدوا ثنيه صحيحه ان شاء الله.